Good morning. صباح الخير. الرجاء انه الجميع يجلس لو سمحتم. انا رئيسة المعهد للسلام وانا بتأهل بالجميع زي ما بتعرفوا انه القناة الواحد للانجليزي والقناة الستة للعربي. رح نمرر عليكم اسئلة، ممكن انتم تكتبوا الاسئلة وبعدين ناخذهم ونجمعهم للمناقشة. اذا عاد تشتغلوا على تويتر استخدموا الهاشتاج حلبوسي USIP اللي هو مكتوب على الشاشة بالشاشة بالاسفل. فأنا كتير بتأهل بسعادة الرئيس، رئيس البرلمان تبع العراق السيد محمد الحلبوسي، هو بزيارة واشنطن لأول مرة، وحتى كمان بالمجلس اللي جاي المندوبين اللي جايين معه مع سعادة الرئيس بتأهل فيهم جميعا. وفريد ياسين شكرا لك، وسامي عبد الرحمن. أنا كتير سعيدة أنه المناقشة اليوم موجودة لحتى لي المناقشة هي تبعت العراق، لأنه هو يمر بمرحلة لاستقرار البلد من 5 سنين حتى كمان. الأهم شيء ممكن يكون السلام بالبلد، ونحن عم نشتغل مع جميع الشركاء بالعالم لحتى نشوف نخفف المعاناة على كل هالمشاكل بالتحليلات السياسية وبكل الدراسات. مركافي وسرحان اللي هن قيادتهم كتير كويسة بالنسبة للعمل اللي عم نعمله مع العراق. مثل ما نحن بنعرف انه نتيجة كل الابحاث اللي نعملها بالنسبة للسلام انه اكيد كتير مهمة من الاسفل الى الاعلى ومن الاعلى الى الاسفل، انه كل الشركات تحت تالي نخفف المعاناة عن كل هالمشاكل والمشاكل الموجودة، مثل سبايكر اذا بتتذكروا، بتل اعفر والحويجه، كل المشاكل اللي صارت والمجازر اللي صارت واللي خلفها داعش وخصوصا بالمحافظات الموجوده، تحت تالي نحط ونجمع المناقشات والمحاوره بين الاطراف جميعهم. وعم نحاول انه نتصل بجميع القاده بالعراق لحتى ناسس سلام عادل ومستمر. من اسابيع بس انه القضاء على داعش حصل، وهلا 2.4 مليون شخص من رجعوا من جميع الرفيجيز على العراق. والسيد الحلبوسي حتى كمان لما عملوا الانتخابات من هذيك السنة وبالمتابعة حصلت البرلمان الموجودة وعم بيحاولوا يعملوا الحكومة الجديدة. شكرا شكرا على النتائج اللي حصلت. أنا حكيت مع السيد الحلبوسي هذيك السنة لما كان هو بالأنبار، وكان هو حاكم الأنبار، وكان هو بالطرف الأول اللي كان عم يتعامل مع كل مخلفات الظلم اللي حصلت مع داعش. وكنت كتير أنا ممنونة وتأثر بكيف كان هو باتصال مباشر وكيف كان بجرأة كل المشاكل اللي حصلت واللي
واجهها بالأنبار وبكل العراق، وكان كل الحواجز اللي كانت موجودة على كل اللي مش عم بيقدروا يرجعوا، هلأ صاروا عم يرجعوا مثل ما حكينا من 2015 ل 2017. انا كثير ممنوني انه نستقبله سعادة الرئيس الحلبوسي. بعدين بدنا نسأل عن كل المشاكل وعلى كل التحديات اللي العراق يواجهها، وناخذ كل اسئلتكم. ارجوكم انه انتم تكتبوهم على الورقة وبعدين بنجمعها. فمع هالكلام هيدا فتفضلوا شاركوني باستقبال السيد سعادة الرئيس الحلبوسي. السيدات والسادة صناع القرار والفكر والرأي المحترمون، أسعد الله صباحكم. أشكر الدعوة الكريمة الموجهة من الأصدقاء في معهد السلام، متمنياً أن يتمخض هذا اللقاء عن خلق رؤية واضحة ومشتركة تصب في هدف تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، وتعمل على تعزيز السلام العالمي. كما وسأكون مسروراً بالاستماع إلى رأي النخبة حيال التحديات الجديدة، وسأحاول أن أطرح جملة من الأفكار في إطارها العام، ثم سأكون سعيداً في الاستماع إلى أفكاركم وتساؤلاتكم ومداخلاتكم. في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، هنالك من ينفض يده من غبار المعركة في لحظاتها الأخيرة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث انتهت السيطرة المكانية لهذا التنظيم، وأعاد مقاتلوه للعمل كعصابات متفرقة غير قادرة على السيطرة على أرض بعينها. وهذا يتطلب جملة من الاستراتيجيات التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار لمواجهة الخطر الجديد في القضاء على هذا التنظيم المتطرف من الجغرافيا. وأيضاً يجب أن يتم هنالك فتح نافذة لتحدي جديد لمواجهة الهجمات التي من الممكن أن ينتهجها هذا التنظيم الخطير بشكل منفرد. سيدات سادتي، تمكن العراقيون من دحر هذا التنظيم وطرده وتحرير الأراضي نيابة عن العالم أجمع. هذا التنظيم لا يستهدف العراق فحسب، بل كان يستهدف الإنسانية جمعاء، وتمكن العراقيون بتضحياتهم من طرد هذا التنظيم ومساعدة الأصدقاء في العالم في مقدمتهم وفي مقدمتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من أخطر التحديات أيضاً التي واجهها العالم خلال هذه الفترة هي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولة إثارتها لتفكيك المجتمعات وصناعة رعب من نوع جديد لا يقل خطورة عن إرهاب تنظيم داعش، إن لم يكن مكملاً له في توجهات والرؤية والتنفيذ، غير أننا واثقون من حكمة العالم المتحضر في التعامل مع هذه الظاهرة. وخير دليل على هذا التعامل المشرف لحكومة نيوزيلندا مع هذه الأزمة خلال الأسابيع الماضية، مشروع إعادة الإعمار للمناطق المحررة لا يعني فقط البناء العمراني، ولكن من المهم جداً العمل على بناء السلم المحلي وحماية التنوع في هذه المناطق وإعادة النازحين الذين خرجوا منها، وتحديداً من أبناء الأقليات الذين بدأوا يحاولون الحصول على اللجوء في بعض الدول الغربية. ومن هنا فإن إعادة الاستقرار إلى هذه المناطق يبدأ من الحفاظ على التنوع ودعم التشارك والسلم الأهلي وفيها وترصين الخدمات والأمن، يأتي في مقدمة الضروريات لإرساء الاستقرار. وكل ذلك لا يمكننا القيام به لوحدنا، فنحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وتعاونه لتعزيز الاستقرار في هذه المناطق. عملت الدولة خلال الفترات الماضية على حصر السلاح بيدها وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى المدن وتضييق مساحة عسكرة هذه المناطق، وعمل إطار قانوني ورسمي لمن قاتل إلى جانب القوات العسكرية والأمنية. ونحن نعمل الآن بالتعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تضييق فرصة حاملي السلاح بصورة غير شرعية أو مستغلي أسماء وعناوين الجهات التي قاتلت الإرهاب في الفترة الماضية من خلال إغلاق المكاتب الأمنية أو الاقتصادية لبعض هذه المجموعات الخارجة عن القانون. لا يمكن إنكار وجود مشاكل
أيضا ما بين بغداد وإقليم كردستان، ولكن أنها اليوم في أضيق حالاتها، والعلاقة بين الإقليم وبغداد تشهد تطورا ملحوظا من خلال التواصل بين قيادة الحكومة المركزية وقيادة الإقليم، وقد تم الاتفاق على جملة من الحلول المتعلقة ببعض الملفات التي كانت عالقة في المرحلة الماضية، وفي مقدمتها الموازنة وملف إدارة المناطق المتنازع عليها. وأعتقد أن وجود السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في بغداد وتواصله الجيد مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأيضا مع القيادات السياسية، فضلا عن التواصل ما بين القوى السياسية بشكل يختلف عما كان في السابق، سيسهم في إيجاد بيئة ملائمة وفرصة آتية وسانحة لمعالجة هذه المشاكل ما بين بغداد وإقليم كردستان. أيضا نتحدث عن المشاكل في الشرق الأوسط التي تزداد تعقيدا خلال هذه الفترة، ولا يمكن إنكار أن الارتدادات لهذه المشاكل سوف تصيب كل دول المنطقة، والعراق الآن في قلب العاصفة، ونحن نعمل في الداخل العراقي على محاولة صياغة رؤية عراقية لطبيعة التعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال نظرية العراق أولا، لتجنيب العراق من هذه المشكلات. غير أن الصراع الإقليمي سيزداد يوما بعد آخر، ومن المهم جدا أن يتحرك العقلاء في المنطقة وفي العالم من أجل إيجاد فرصة للحوار بين جميع الأطراف المتصارعة، وفي مقدمة المشكلات التي ستلعب دورا خطيرا في المرحلة القادمة هي مشكلة القضية الفلسطينية وتصاعد حدة التوتر بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان. وهذا ما نؤكده دائما، أن العراق ملتزم بقرارات المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن حيال الأراضي العربية في الجولان، ونعتقد أن هذه المشاكل ستزيد من حدة التوتر، ويجب أن يتم التعامل بعقلانية في هذه الملفات. هنالك فرق بين التدخل والتداخل، فنحن نرفض الوصاية والهيمنة والتدخل الخارجي بكل أشكاله، ولكننا نتعامل بواقعية مع التداخل الحاصل في الصراع في المنطقة، وسوف تكون دوائر تحالفاتنا الدولية في المرحلة القادمة اقتصادية أكثر منها سياسية لحاجتنا الماسة لذلك. سيداتي سادتي، لم يعد هنالك خطر طائفي في العراق على الإطلاق، والمواطنون العراقيون يشعرون بالانتماء لبعضهم، وهنالك تواصل اجتماعي بين جميع الأطياف العراقية، وقد غادرنا المشاكل الطائفية إلى غير رجعة، ولكن هنالك ركوب سياسي للموجات الطائفية بين الحين والآخر من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية لمحاولة رفع الرصيد الانتخابي، وقد تراجعت ثقة المواطنين بهذه الجهات، وأعتقد أن الانتخابات القادمة سوف لن تمنح أي من هذه الأحزاب أو التوجهات أو الشخصيات فرصة للعودة إلى الحياة السياسية من جديد على نهج أو وتر طائفي. التأخر في تشكيل الكابينة الحكومية العراقية ليس خلافاً مصلحياً، وهنالك الكثير من التفاهمات ما بين السيد رئيس مجلس الوزراء مع القوى السياسية لإكمال تشكيل الكابينة الوزارية، وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة حال عودتنا إلى بغداد سيتم عرض ما تبقى من الكابينة الوزارية، وأخص بالذكر وزارتي الدفاع والداخلية. هذه الوزارات الآن تعمل بشكل جيد من خلال إدارة القائد العام للقوات المسلحة لهاتين الوزارتين، وأيضا الأشخاص المهنيين الذين يعملون بمناصب الوكلاء وأيضا رئاسة أركان الجيش في وزارة الدفاع، يعملون بشكل جيد ومتواصل مع القائد العام، ولا يوجد هنالك أي تلكؤ في عمل هذه المؤسسات، ولكن حسم الملف بتسمية الوزراء هي من أولويات الحكومة ومن أولويات القوى السياسية، وبالتالي هي من أولويات مجلس النواب العراقي. سيدات سادتي، ما زلنا بانتظار الدول التي عهدت بدعمنا في مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، ولا أستطيع كتمان إحباطي بسبب تردد البعض من إنفاذ الوعود التي قطعت خلال المؤتمر. وإن لم يتم دعم العراق بهذه الأموال والاستثمارات والمنح، فإن العراق غير قادر على تحقيق مشروع إعادة الإعمار لوحده. العراق خاض حرب نيابة عن العالم أجمع، وقدم التضحيات من خيرة شبابه في هذه الحرب، وأيضا خسرنا كثيرا من البنية التحتية جراء هذه الحرب، ونتطلع إلى التزام أصدقائنا في العالم أجمع إلى دعم العراق في إعادة بناها التحتية وإعادة الإعمار وعودة الحياة والسلام المجتمعي في العراق. وأؤكد لجنابكم، نحن نعمل على استقطاب الشركات العالمية
وأخص بالذكر الشركات الرصينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك ترحيب على المستويين السياسي والاجتماعي بالشركات العالمية للعمل في العراق في القطاع الاستثماري. قد البعض يتساءل عن البيروقراطية الموجودة في بعض مؤسسات الدولة، ويتساءل عن الفساد الذي للأسف أصبح ظاهرة خلال السنوات السابقة. أؤكد لجنابكم أنه لدى القيادة العراقية برئاساتها الثلاث وأيضا بالقوة السياسية رؤية واضحة لمكافحة الفساد. ستبدأ بحزمة تشريعية مهمة خلال هذه الفترة وأيضا خلال الفترات القادمة، وأيضا ستعمل السلطة التنفيذية بعزم على البدء بهذا المشروع بعيدا عن المجاملات السياسية. والمواطن العراقي سيكون في صف الدولة لمواجهة هذا المرض أو هذه الآفة التي ضربت بعض مؤسسات الدولة، ولن تتردد الدولة العراقية في محاسبة كل الفاسدين بأثر الرجعي، حيث سيتم فتح جميع الملفات منذ عام 2003 إلى الآن، وسيتم كشف هذه الحقائق أمام الرأي العام بشكل واضح. وأعتقد أن هذا العام سيشهد بداية حقيقية لمكافحة الفساد في العراق، ولا يفوتني أن أذكر دور القضاء العراقي في مواجهة الفساد وعزمهم على وضع حد لهذه الظاهرة، فضلا عن العمل ما بين السلطات الثلاث في العراق على تقليل البيروقراطية في مؤسسات الدولة. أشكر لكم هذا الحضور، وأنا مستعد للبدء بالحديث والبدء بالإجابة عن الأسئلة، وشكرا جزيلا. شكرا سيدي الرئيس كان لديك اجتماعات مع الرئيسة بيلوسي ووزير الخارجية بومبيو وأعضاء مجلس الكونغرس، حتى كمان وزير الدفاع باتريك شانهان. فيك تعطينا لمحة كيف كانت هالمناقشات معهم، وكيف أنت ترى هذه الزيارة كيف ممكن تكون على طريق العلاقات بين واشنطن والعراق؟ ناسي، وجدنا حفاوة بالترحيب كممثلين عن الشعب العراقي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أؤكد على أن هذه الحوارات ستسهم وتخدم مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي. ابتدأنا الحديث باستعراض الجهود المشتركة التي كانت طيلة الفترات السابقة ولا زالت مستمرة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التحالف الدولي بشكل عام. استعرضنا الشراكة في الحرب ضد الإرهاب، والتي تمكننا كما ذكرنا قبل قليل تمكننا من الانتصار على هذا التنظيم المتطرف الذي يستهدف الإنسانية جمعاء. تمكننا من تحرير المناطق بتضحيات العراقيين ومساعدة الأصدقاء في مقدمتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تم الإشارة على أن تحرير المناطق لا يعني دحر الإرهاب ولا يعني القضاء على الفكر المتطرف. يجب أن يكون هنالك جهود متواصلة من المجتمع الدولي في إسناد ودعم العراق للإنهاء على هذا التنظيم المتطرف، أيضا القضاء على الفكر الذي يضرب بعض مفاصل الحياة في العراق، وتقديم كل الدعم الذي سيحدده القائد العام للقوات المسلحة في العراق على المستوى الدعم اللوجستي وعلى مستوى الدعم الاستخباري وأيضا مستوى التدريب للقوات العراقية وكل ما يراه ضروري القائد العام للقوات المسلحة. هنالك تفاهم سياسي في العراق، هنالك تفاهم هذه المرحلة ما بين الرئاسات الثلاث في العراق المتمثلة بالسلطة التشريعية في مجلس النواب ومتمثلة بالسلطة التنفيذية بشقيها في رئاسة الحكومة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، وأيضا رئاسة الجمهورية برئاسة فخامة الدكتور برهم صالح. جميعنا متوحدين مع القوى السياسية الأخرى على ضرورة العمل سويا مع شركائنا الدوليين ومع
التحالف الدولي للقضاء على هذا التنظيم المتطرف بشكل تام. وهذا العمل للمرحلة القادمة أغلب هو عمل استخباري وليس عمل عسكري ومواجهة عسكرية في الميدان، بقدر ما هو عمل استخباري وتوفير دعم لوجستي للقوات العسكرية في العراق، فضلا عن تجفيف منابع التمويل للإرهاب، وأقصد منابع التمويل منابع التمويل الفكري، منابع التمويل البشري، ومنابع التمويل المالي. هنالك جهات عملت في السابق على الإضرار بالشأن العراقي من خلال توفير هذه الأجواء لهذا التنظيم المتطرف. نرى أن الجهد الاستخباري لا يقتصر فقط على ملاحقة عناصر تنظيم داعش داخل العراق، ولكن ملاحقة هذه المنظمات أو في بعض الأحيان قد تكون دول تسند حراك هذه التنظيمات وقطع يدها في تمويل الإرهاب أو المضرة بالعراق والمنطقة بشكل عام مستقبلا. هناك ترحيب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد خلال زياراتي مع كل من ذكرتيهم ابتداء بالنظيرة نانسي بيلوسي وسيدة نانسي بيلوسي، وأيضا نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالوكالة وكل الشخصيات اللي التقينا بهم، على حرص الإدارة في واشنطن على استمرار دعم العراق واستمرار مساندة العراق والعمل سويا في مجالات عديدة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات الاستثمار، فضلا عن التعاون الأمني والتعاون العسكري للقضاء على هذا التنظيم المتطرف، واستمرار الجهود في إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار للمدن المحررة والمدن المتضررة وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة. هذه مجمل الأمور التي تم الحديث بها، ووجد هنالك توافق بالرأي ما بين بغداد وواشنطن على المضي سويا خلال المرحلة القادمة. Let me build on that because. دعني أتابع. في أشخاص كتير عندهم قلق إنه كيف نتأكد إنه داعش ما يرجع، وحضرتك شددت إنه كيف ممكن. ذكرت أنت ثلاث رئاسات وكيف هن متحدين على رؤية واحدة، شو اللي بتشوفه أنه الاجتماع المجتمع العراقي كيف أنت بتشوفه أنه ممكن يتلاحم ويرجع؟ عوامل كثيرة يجب العمل عليها لضمان عدم عودة الفكر المتطرف وعدم عودة داعش مرة أخرى. أبتدأها في معالجة الظروف اللي أدت إلى ظهور هذا التنظيم وهذا الفكر في بعض المناطق ومنها العراق. ظروف اجتماعية وظروف إنسانية يجب معالجتها بشكل واضح. تبدأ من خلال المساواة والعدالة الاجتماعية بين المكونات جميعا في العراق وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل عام. أيضا هنالك مخاوف وقلق من استمرار مخيمات النزوح. هذه المخيمات بصراحة قد تكون عرضة لأي فكر متطرف مستقبلا. لا زال هنالك العشرات من الآلاف من المواطنين من الأطفال والنساء وأيضا من الفئات الأخرى موجودين في مخيمات النزوح. لا زال هنالك الكثير من المكونات الشعب العراقي منها الأيزيديين والمسيحيين بنسب عالية موجودين في مخيمات النزوح. الظروف الإنسانية والاجتماعية لهؤلاء المواطنون صعبة في المخيمات، وبالتالي سيكونون عرضة لأي استهداف من فكر متطرف مستقبلا. أرجو أن نستمر بالتعاون لمعالجة هذا الملف وضمان عودة النازحين بتوفير بيئة ملائمة في مناطقهم من ناحية الخدمات ومن ناحية الأمن واستقرار الأمن. جزء منها يتحملها العراق وجزء منها نتمنى أن يكون هنالك مساعدة من المجتمع الدولي، مثل ما ذكرت قبل قليل أنه الدمار كبير وإمكانيات الدولة العراقية لا تكفي لسد كل هذه الاحتياجات. جزء منها سياسي وأمني تتحمله الدولة العراقية بتوفير الغطاء الأمني لمواطنيها وحمايتهم في عودتهم في مناطقهم، والجزء الآخر هو يتعلق بالخدمات والإعمار. بصراحة أجد هنالك تباين لجهود المجتمع الدولي في ملف إعادة الاستقرار وملف المصالحة المجتمعية من قبل الانتخابات إلى غاية الآن. قبل الانتخابات كان هنالك تراجع لجهود المجتمع الدولي حتى لا تحسب سياسيا لطرف دون طرف آخر، ولكن بقى هذا التأخير
منذ مطلع عام 2018 ولغاية الآن. قد كانت بعض الجهات أو بعض الدول المانحة والدول الساندة صديق العراق تنتظر شكل الحكومة لإعادة تفعيل هذا البرنامج. بصراحة نحن في سباق مع الزمن لإمكانية تأهيل هذه العوائل وإمكانية إعادتها إلى مجتمعها وخرطها وانخراطها مرة أخرى بشكل إيجابي في المجتمع. تركهم وترك الوقت مفتوح سيكون سلبي علينا وسلبي على أصدقائنا. نتمنى أن يكون هنالك جهود أكثر في المصالحة المجتمعية، نتمنى أن يكون هنالك جهود أكثر في إعادة الاستقرار. مثل ما تفضلت جناب تستفسرين عن جهود المصالحة الاجتماعية، جهود المصالحة الاجتماعية يجب أن تكون بشقين، شق يبتدأ من المجتمع أعلى وشق آخر يبتدأ من القوى السياسية نزولا. هناك نوعيتين من المصالحة المجتمعية، الأولى في المناطق التي تعرضت إلى احتلال تنظيم داعش الإرهابي، وهذه هي تطلب جهود الحكومات المحلية أيضا جهود الحكومة المركزية. أعتقد أننا عملنا سويا خلال الفترات السابقة وتمكننا من إعادة الأبرياء إلى مناطقهم. أضرب مثال على سبيل المثال للحصر، أن عائلة مكونة من 6 أشخاص أو 7 أشخاص أحد أفرادها انخرط رغما عنهم في هذه التنظيمات المتطرفة، بالتالي متبقي العائلة لا ذنب لهم إلا أن أحد أبنائهم انحرف، وهذا التنظيم المتطرف لا يعترف لا بأب ولا بعائلة ولا بدين ولا بعرق ولا بمكون ولا بأي شيء. هاي أيديولوجية غريبة علينا في مجتمعنا. فعملنا على إعادة هذه العوائل إلى مناطقها بعد تعهدهم بعدم التواصل مع ذويهم اللي انخرطوا في هذا التنظيم المتطرف. وأيضا هنالك مشاكل عشائرية، مشاكل اجتماعية سيتم علاجها تدريجيا بتوفير فرص عمل للمتضررين، كيفية تمكينهم من إعادة إعمار دورهم، إعادة إعمار منازلهم، إعادة إعمار مصالحهم، وبالتالي ستكون نفسياتهم مهيئة للمصالحة مع الذين كان أحد أفرادهم عمل مع هذه التنظيمات المتطرفة. لا مصالحة مع التنظيمات المتطرفة، لا مصالحة مع من انخرطوا مع هذا التنظيم، مع من تسببوا بإيذاء العراقيين سواء كانوا مسلحين أو مساندين، القانون سيأخذ مجرى معهم. هنالك مصالحة أخرى أو نوع ثاني من المصالحة التي تحتاج بصراحة هنا إلى جهود أكبر من المجتمع الدولي، هي في مناطق التماس أو في مناطق المكونات أو المشتركة ما بين المكونات، ومثال مناطق سهل نينوى، مناطق سنجار، مناطق ديالة، وأيضا مناطق شمال بابل. هذه تحتاج إلى جهود سياسية وتحتاج إلى جهود دولية وجهود اجتماعية، مصالحة على المستوى السياسي ومصالحة على المستوى الاجتماعي. ونتمنى وسنعمل سويا بجهود السلطة التشريعية في البرلمان العراقي والمنظمات الدولية المساندة في هذا الملف على عزل الجانب الانتخابي عن الجانب الإنساني، أن نتعامل مع هذه المناطق كملف إنساني بحت دون أي حسابات انتخابية أو أي حسابات برغماتية أو أي حسابات سياسية. حق مواطنين علينا أن يعيشون بسلام وبرخاء، ولهم الحق في اختيار من يروه مناسبا لتمثيلهم سياسيا دون استخدام القوة ودون إبقائهم في المخيمات لأغراض سياسية قد تنعكس سلبا على واقع هذه المدن وهذه المناطق. هنالك نية جادة لدى الدولة العراقية بكل مؤسساتها لمعالجة هذا الملف، ونتمنى أن يكون هنالك مساهمة من المجتمع الدولي في هذه المدن. وما سريع بالترجمة. Yeah. زين. You just covered a lot of ground. Let me. غطيت قضايا كتير كتيرة. أول متابعة. ذكرت الفئة القليلة. سيادة الرئيس، أنت ذكرت الفئة مثل ما بقولوا بالعراق، الفئة القليلة، اليزيديين أو المسيحيين، اللي هن بيواجهوا المشكلات والتحديات الصعبة بالعراق وحتى كمان بأمريكا. كيف ترى حضرتك قائد سياسي ورئيس البرلمان ممكن تتقارب منها المجتمعات القليلة الأقليات وتحتالي تخليهم هن يمارسوا عملهم بضمن مع العراق كواحد؟
فور تولي إلى منصب رئاسة مجلس النواب العراقي، نعم أنا من مكون، ولكن لا أعمل لمكون واحد ولكن أعمل لكل المكونات. أنا اليوم أمثل شعب عراقي بكل مكوناته من أقصى العراق إلى أقصى. في أولى مهامي في مجلس النواب تواصلت مباشر مع الإخوان وأهلنا الشعب الأيزيدي وأيضا مع شعبنا من الطائفة المسيحية، هنالك تواصل مباشر مع قياداتهم سواء في مجلس النواب العراقي أو مع قياداتهم الدينية في مناطق سكناهم أو في المناطق التي نزحوا إليها. أعمل معهم بشكل مستمر على أن يكون تمثيلهم هو مجلس النواب بالكامل وليس ولا يقف تمثيلهم على نائب أو نائبين. ميزة العراق في السنوات السابقة بتنوع العراق من كل هذه المكونات، العراق يضم مكونات كثيرة، يضم العرب والكرد والتركمان والمسيح والأزيديين والصابئة، ونجد أنه ما يميز العراق عن الآخرين هو احتوائه لهذه المكونات. حرصت وسيحرص وأؤكد على حرص أيضا مجلس النواب على أن نكون جميعنا ممثلين لهذه المكونات ونعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وإبعاد التأثيرات السياسية في هذه المناطق سواء كانت في سهل نينوى أو في سنجار أو حتى في بغداد وفي المناطق الأخرى، ويكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة ويكون لهم تمثيل في الأجهزة الأمنية. الآن أعمل بتواصل مع الأخ النائب صعب خضر وسيد النائبة وباقي النواب الآخرين على أن يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة. الآن هنالك وزير من المكون المسيحي، وأيضا نعمل على أن تتولى سيدات وأيضا رجال من هذا المكون في باقي مؤسسات الدولة سواء كانت في الهيئات المستقلة أو في المناصب العليا من الدولة، فضلا عن ضرورة أن يكون هنالك لهم تمثيل في الأجهزة الأمنية والعمل في الأجهزة الأمنية، أن يكون متطوعين من هذه المكونات لتمكينهم من حماية مناطقهم وأن يكونون متواجدين في مناطق سكناهم ومساهمين بشكل واضح في إدارة الملف الأمني في هذه المناطق. السؤال الأول من السؤال الأول عندنا سؤال واحد، ممكن تعطي تعليقك على التحدي اللي يكون عندك أشخاص مش من المنطقة بس هن من القوات الأمنية بس مش من المنطقة مثل نينوى، سهل نينوى لنفترض، الأشخاص اللي مش من المنطقة؟ سريعا هذا السؤال، أنه يجب تمكين أهالي هذه المناطق من حماية أنفسهم بأنفسهم وأن يكونون مساهمين ومشاركين في الأجهزة الأمنية، في أجهزة الجيش، في أجهزة الشرطة، في أجهزة الأمن الوطني والمخابرات، ويكونون قادرين على حماية أنفسهم بأنفسهم كجزء من مؤسسات الأمنية للدولة. هناك عمل من سيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإسناد من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان أن يكون هناك تمثيل لهذه المكونات، إيقاف التدخلات السياسية في مناطق سهل نينوى وفي سنجار. أنا تحدثت أن المشكلة هي سياسية قبل ما أن تكون هي مشكلة أمنية، الكل يبحث عن السيطرة على هذه المنطقة انتخابيا، ولا أنكر أن هناك أيضا تدخل خارجي في هذه المناطق. نعمل على أن يتم إعادة هذه المكونات الكريمة إلى مناطقهم وتمكينهم وأن ينخرطوا في المؤسسة الأمنية لممارسوا واجباتهم ومسؤولياتهم حالهم حال أي مواطن عراقي. Well, let me follow up on that. خليني أتابع على نفس السؤال، لأن هي الحشد الشعبي لنفترض هو موجود هناك، والكل في أشخاص عندهم قلق عن هالمجموعات أنه يكونوا هن متأثرين وعندهم علاقات مع إيران، أنت كيف بتشوفها بالمستقبل سعادة الرئيس؟ أنه كيف بتشوف الحشد الشعبي كيف يكون علاقته؟
الحشد الشعبي هي مؤسسة تشكلت أو متطوعين لبوا نداء الوطن وقاتلوا بناء على فتوى من المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وقدموا تضحيات كثيرة في هذا الأمر. نعم هنالك بعض الخروقات التي تحسب على الحشد خلال هذه الفترة، وهنالك توجه للقيادة العامة للقوات المسلحة على إيقاف مثل هذه التدخلات في بعض المناطق، وأن يكون هنالك قيادة واحدة مركزية بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. ما يتعلق بتواجد الحشد في بعض هذه المناطق، ليس الحشد وحده موجود في هذه المناطق، وأكرر هي مشكلة سياسية. هنالك قوات من إقليم كردستان تدخل إلى هذه المناطق، هنالك قوات مقابلة تدخل من الحشد، هنالك جهات مصنفة إرهابية دولية موجودة في هذه المناطق بغطاء دولي وبغطاء دول مجاورة للعراق. نعتقد أن يتم حل هذه المشاكل بجهود محلية وجهود دولية لضمان تأمين هذه المناطق، إيقاف التدخلات الخارجية، أيضا خلق حالة من التوازن الأمني في هذه المناطق، أن يترك الخيار لأبناء هذه المناطق علما أنه بعض منهم منخرط في مؤسسات الحشد الشعبي سواء كان من الأيزيديين أو كان من المسيحيين، ولكن بعضهم يستخدم القوة ضد البعض الآخر. نعتقد أنه الحل الأسلم أن تكون هنالك مؤسسات أمنية كالجيش والشرطة متواجدة في هذه، ولاءها للوطن وليس ولاءها لأي جهة ولا ولاءها لأي حزب أو ولاءها لأي دولة، وإيقاف التدخلات الخارجية. البكاكة موجودين في مناطق سهل نينوى أعتقد وفي سنجار، هذا يعني تواجد ما مرحب به من أبناء المنطقة أصلا، فيجب معالجته. لا يمكن للعراق وحده أن يتصدر أو يتصدى لهذا الملف. العراق نهض من حرب ضد تنظيم متطرف، العراق دخل بحروب مستمرة. نعتقد أن يمارس المجتمع الدولي ويمارس أن يمارس الضغط مع العراق على بعض من هذه الدول لإيقاف تدخلاتها بالشأن العراقي وبعض المنظمات الإرهابية. وأيضا التعقيب بسيط مما يتعلق بالحشد، هنالك توجه من القيادة العامة للقوات المسلحة أن يتم إعادة انتشار القوات بشكل جديد بعد الحرب، وأن تكون القوات المحلية من هذه المحافظات هي من تمسك زمام المبادرة في هذه المحافظات، وأن يكون هنالك قوة ساندة أخرى من القوات الاتحادية سواء كانت الجيش أو الشرطة الاتحادية أو أي التشكيلات الأخرى الاتحادية تكون مساندة للقوات المحلية في هذه المناطق. سؤال من الحاضرين، ما هو التأثير الإيراني على السياسة العراقية؟ هل هي إيجابية أو غير إيجابية؟ وفي كتير دول من المنطقة كتير بيتدخلوا، كيف بكون سيادة الرئيس عندكم أنتو تخلي تقريبا ميزان بين كل هالتدخلات بين إيران والدول اللي حولها كمان؟ Can I see the guy who posed this question? Face to face, one on one. Can he stand up, please, or she can stand up? The one who posed this question. I will. ليست إيران الوحيدة من تتدخل سابقا في شأن العراق. هناك كثير من الدول كانت تتدخل لمصالحها. كانت تتدخل لمصالحها في شأن العراقي طيلة السنوات السابقة. العراق تعرض إلى مشاكل كثيرة كما وصفتها، مشاكل كانت بعضها محلية وبعضها آخر بتأثير خارجي. كل أو أغلب دول جوار العراق ودول المنطقة كانت تتدخل في بعض الأحيان سلبا بالشأن العراقي ولا تدع العراق يتقدم إلى الأمام. هذه المرة هنالك رأي سياسي واضح في العراق على أن تكون كما تحدثت في كلمتي على أن يكون العراق أولا، وأن نعمل على أن ونحرص على أن تكون علاقاتنا طيبة وجيدة بجيراننا وفق مبدأ المصالح المشتركة واحترام سيادة بعضنا للآخر. هذا يعني ثابت عراقي خلال هذه المرحلة وليس شعار سياسي يطلق.
نعمل على أن يكون العراق قوي ومزدهر ومستقر وذو سيادة كاملة على أراضيه بدون تدخلات لا من سين ولا من صاد من أي جهة كانت. في السابق كنا نبحث ماذا يريد من العراق الإيرانيين أو الأتراك أو الخليج أو الأمريكان أو أي جهة أخرى كان لها موطأ قدم في العراق. قرارنا السياسي هذه المرحلة أن ماذا يريد العراق من إيران، وماذا يريد العراق من تركيا، وماذا يريد العراق من الأردن، وماذا يريد العراق من الخليج، وماذا يريد العراق من المجتمع الدولي وفق مبدأ المصالح المشتركة. ونعمل على أن تكون علاقتنا مع كل من هذه القوى السياسية بمعزل عن الأخريات، يعني على سبيل المثال علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وشراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تتأثر بطبيعة علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع جيران العراق. نحن نحرص على أن تكون علاقاتنا قوية وأن يكون العراق نقطة التقاء لا نقطة اصطدام ما بين هذه القوة في المنطقة. العراق وقوة العراق ستساهم في استقرار المنطقة، وكل من دول الجوار العراق لن تشعر بالاستقرار ما لم يستقر العراق بما فيها إيران. العراق القوي، العراق المستقر، العراق المزدهر سيساهم في دعم واستقرار هذه المناطق وهذه الدول أيضا. وأؤكد لكم على أن العراق سيرفض كل أشكال التدخل السلبي في الشأن العراقي مهما كانت من أي دولة. في السابق بصراحة كان البعض يلجأ إلى إيران طائفيا، والبعض الآخر يلجأ إلى تركيا طائفيا، والبعض الآخر يلجأ ممكن إلى مكان آخر قوميا. الآن نحن نلجأ جميعنا إلى العراق، لا مفر للعراقيين إلا العراق، ولا منجد للعراقيين بكل أطيافهم بكل مكوناتهم إلا العراق. الآخرين يبحثون عن مصالحهم، جاءت الفرصة أن يبحث العراق عن مصلحته ومصلحة أبناء شعبه. الظروف بالعراق مواتية، نرحب بالجميع أن يعمل في العراق على أن لا يتدخل بشأن العراق. So let's stay with the name. كمان بعدنا على الحدود مع سوريا، لنفترض عم بصير في التحامات بين بغداد والشام. عندنا كتير أسئلة من الحاضرين عن سوريا. شو هو تقديرك سيادة الرئيس الاتجاه اللي عم يحصل بسوريا، وما هو موقفكم بسوريا أنه ترجع تندمج مع الاتحاد العربي، وما هذا يؤثر على العراق؟ شقيق، وما تعرضت له سوريا من هجمات ومشاكل كثيرة لا تختلف كثيرا عن المشاكل التي تعرض لها العراق، ولكن فترة العراق كانت أطول. عودة سوريا إلى محيطها وحضنها العربي أمر مهم، أفضل من أن تذهب سوريا إلى الآخرين. سوريا جزء من المجتمع العربي، وللسوريين موقف طيب مع العراق بعد عام 2003 وحتى قبل عام 2003. قبل عام 2003 كانوا يحتضنون المعارضة العراقية ما يسمى في وقتها، وفي بعد عام 2003 أنا شخصيا لما تعرضت مناطقنا في الأنبار إلى مزيد من الأعمال الإرهابية والمشاكل الأمنية في هذه المحافظات لجئت فترة من الزمن إلى سوريا، ووجدت أن الشعب السوري كان يرحب بأشقائه العراقيين. أتت الفرصة أن نرد الجميل ونرد الفضل إلى أشقائنا في سوريا، وأن نعمل على وحدة صفهم وتقوية كلمة أبناء الشعب السوري، وندعمهم أن هم من يقرروا مستقبلهم السياسي، وهم من يقرروا من يكون حاكم أو من يكون في السلطة في سوريا. من مصلحة العراق أن تستقر سوريا، ومن مصلحة العراق أن تعود سوريا آمنة مزدهرة وخالية من الإرهاب. داعمين احنا للجهات، يعني لاخواننا في سوريا، على اعاده اشراكهم في المجتمع الدولي، اشراكهم في المحافل الدوليه. توجهت بدعوه الى رئيس مجلس الشعب السوري لزياره العراق في شهر نيسان المقبل. اعمل على لقاء مشترك ما بين
دول جوار العراق على مستوى رؤساء البرلمان، ووجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشعب السوري كما وجه الدعوة لجوار العراق الآخرين. من هنا يجب أن تعود سوريا إلى المحيط العربي، ويجب أن تعود إلى المحيط الإقليمي، وأن تعود إلى المحيط الدولي وتكون فاعلة بشكل جيد، ونساهم جميعا في إعادة استقرار سوريا وإعادة أمن سوريا. سؤال آخر عن إيران. بالنسبة لشو أمريكا عطيت للعراق منحة كمان 90 يوم زيادة، خصوصا بالنسبة للكهرباء، شراء الكهرباء من إيران. بتتوقع سيادة الرئيس أنه ممكن يكون بالمستقبل كمان في هالويفر هيدي، هالمنحة تكون كمان ممددة أكثر مع إيران تحت تبيعكم؟ وضع العراق يختلف عن باقي الدول بالتعامل مع إيران أو مع أي دولة من دول جوار العراق. إيران بلد جار، 1400 كيلومتر تربطنا حدود مع إيران. لا نرغب أن تكون مشاكل بين العراق وإيران، كما لا نرغب أن تكون مشاكل ما بين العراق وتركيا، ولا نرغب أن تكون مشاكل ما بين العراق وأي من دول جواره، السعودية، الكويت، الأردن، سوريا، الجميع، وأيضا دول المنطقة. للأسف لغاية الآن لم نتمكن من الاستقلال الاقتصادي في كثير من الأمور التي يحتاجها الشعب العراقي. لغاية الآن نحن نستورد الطاقة من دول الجوار ومنها إيران، لازلنا مقارب على ما أعتقد 30% من الطاقة اللي يستخدمها العراق هي مستوردة من دول الجوار. لازلنا نستورد بعض المشتقات النفطية من دول الجوار، مع العلم أن نحن بلد نفطي ومنتج للنفط. لازلنا للأسف نستورد الغاز ونحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط. هذه الأمور يجب أن تتوفر بدائل لها للعراق قبل أن تكون هنالك عقوبات مفروضة على العراق. ما هو البديل للعراق وللشعب العراقي إذا ما تم فرض عقوبات عليه؟ أعتقد أنه يجب أن نفعل القطاع الاستثماري في العراق، ونعيد تمكين العراق اقتصاديا، وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب وتعمل عليه الحكومة العراقية، أن نستفاد من موارد العراق ونكون في مأمن من أي مشاكل قد تحدث في المنطقة أو عقوبات تفرض على أي طرف أو على أي جهة. نحن ضد العقوبات على الشعوب بالمناسبة، ولكن نعمل على أن يكون قرارنا اقتصادي مستقل في العراق، نعمل على تطوير حقولنا، نعمل على تمكين وتمكين الحكومة العراقية من الإيفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها. أعتقد هذه الفترة ستمدد لحين أن يتمكن العراق من الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على موارده الذاتية، فيما لو مضى العراق باستثمار بعض حقول النفط واستثمار الغاز المصاحب. أعتقد هذا المشروع يحتاج من سنة ونص إلى سنتين، وبعضها قد تحتاج إلى 3 سنوات. هذه الفترة ممكن بعدها نتحدث هل العراق أصبح مستقل اقتصاديا، هل تمكن من الاستفادة من موارده، وهل هو يعني ليس لديه حاجة لاستيراد الطاقة من دول الجوار. ما بعدها ممكن أن نتحدث في هذا الأمر. أعتقد الآن يجب أن نعمل على أن يتمكن العراق من استقلاله الاقتصادي. عندنا بعض الأسئلة كليتهم تابعين لداعش. بعض الخبراء يعتقدوا أنه العراق رجع إلى ما قبل مرحلة داعش. السؤال هو ما هي الخطوات الفعالة لتتأكدوا أنه كل مخاوف الشعب السني ما يعود إلى ما قبل مرحلة داعش؟ والسؤال الثاني، كيف هو العراق يريد أن يعيد العراقيين اللي هن كانوا أعضاء بداعش من البلاد الغربية، كيف بدكم تعدوهم؟ وكمان سؤال أنه
وحتى كمان هذا بيطبع نفس السؤال، عائلات داعش اللي هن محجوزين بالعراق كمان كيف عم تتداولوا بهالمشروع هذا؟ أنا أخذت الحملة الانتخابية في أكبر محافظة سنية بالعراق واللي هي محافظة الأنبار، وكان الشعار اللي أطلقناه في وقتها نعم لكل مواطن حقوق وواجبات، ولكن نعتقد أن يبادر المواطنين بأداء واجباتهم تجاه الدولة وبناء الدولة، ومن ثم نطالب الدولة بالحقوق التي هي حقوق لكل مواطن عراقي وفق مبدأ المساواة. ومنها كان هذا الصوت مسموع في المناطق السنية، الرغبة في المساهمة والمشاركة في بناء الدولة وبناء مؤسسات الدولة، وأن يكون هنالك لهم دور فاعل في العمل في هذه المؤسسات، في كل المؤسسات الاقتصادية منها والسياسية والإدارية والأمنية، دون الشعور بالإحباط أو دون الشعور أنهم مكون درجة ثانية أو مكون درجة أبعد، وهنالك تمييز ما بين المكونات. بصراحة كان في العراق في الفترات السابقة تمييز حزبي، لم يكن هنالك تمييز طائفي بمعنى طائفي، كانت الأحزاب تتسلق على الأمور الطائفية لتنفذ إلى بعض هذه المناصب وتنفذ إلى بعض هذه المواقع في الدولة العراقية. الشيعة ليسوا مستفادين خلال الفترة السابقة، ولكن أيضا هم متضررين. كانت بعض الأحزاب المتنفذة تعمل وفق مبدأ على أنها تنصر جهة دون جهة أخرى، ولكن بالحقيقة هي كانت تخدم مصالحها الحزبية بشكل بحت، فكان هنالك أضرار كبيرة لكل المواطنين منهم السنة وغير السنة. المشاكل اللي عانت منها هذه المجتمعات في الفترات السابقة، شعور بعدم المساواة، شعور أنه هنالك انتقاء في تطبيق القانون، قلة الموارد التي تصل إلى هذه المحافظات، أيضا ما أخفي هنالك تدخلات خارجية كانت تثير الأمور الطائفية في هذه المحافظات. هذه الأمور جميعها تراكمت وصار نوع من المشاكل ما بين الحكومة في بغداد وما بين إدارة هذه المحافظات، وأيضا لم تكن هنالك طبقة سياسية في هذه المحافظات قادرة على التفاهم مع الآخرين. Spoken from experience. لم تكن هنالك لهم قدرة على تمثيل حقيقي لهذه الشريحة أو لهذه المحافظات، وقدرة على التفاهم محليا مع شركائهم الآخرين ودوليا مع كل المحيط الإقليمي أو المجتمع الدولي. الآن يجب أن نعمل بصراحة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون هنالك نوع من الإنصاف لكل المكونات من أقصى العراق إلى أقصاه. لا يشعر مكونات الشعب أنهم مواطنون درجة ثانية، بل كل مواطنون متساوون أمام القانون. كل ما يميز مواطن عن مواطن وما يميز شخص على شخص هو كفاءته في أداء مهامه، ولا يكون هنالك حساب لهوية هذا الشخص ولهذا المواطن. أيضا إيقاف مثل ما ذكرت، إيقاف استثمار المظلومية. في السابق كان هنالك ظلم على جهة أو على شريحة، ولكن كان من يستثمر هذا الظلم لإثارة المشاكل سياسيا وإعادة العراق إلى الوراء كثيرا. إيقاف مثل هذا الاستثمار، وكان بصراحة من جهات خارجية تعمل على زعزعة الأمن في العراق وفي هذه المدن، وكان هنالك تمويل بشري، وكان هنالك تمويل فكري، وكان هنالك تمويل مادي وحتى تمويل عسكري من لا استثني من كثير من الدول من دول جوار العراق. الآن الفرصة مواتية، أنا أتحمل مسؤولية كرئيس مجلس النواب، مجلس النواب بشكل عام يتحمل مسؤولية، ممثلين الشعب، السيد رئيس الوزراء، القوى السياسية، رئيس الجمهورية، جميع تتحمل مسؤولية على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإعادة العراق لما كان عليه. هذه المرحلة تختلف عن سابقات. الفائدة الوحيدة اللي استفاد منها العراقيين من التنظيم المتطرف، تنظيم داعش الإرهابي، العراقيون توحدوا لمواجهة هذا التنظيم،
بكل مكوناتهم، بكل أطيافهم، بكل انتماءاتهم توحدوا من جديد. على الطبقة السياسية أن تستثمر هذا التوحد وأن لا نرجع من جديد إلى المربع الأول، أن يتم إنصاف هذه المحافظات، أن يتم توفير الدعم، توفير الاستقرار، أيضا إيقاف مصادر الفكر المتطرف من المحيط بالعراق. أيضا تحدثتي أو سألتي سيدة نانسي على موضوع المقاتلين الأجانب. أي مقاتل ساهم أو ساند في الإضرار بالعراقيين بشكل مباشر أو غير مباشر سيكون عرضة لتطبيق القانون العراقي. والقانون العراقي صارم بما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ممكن هنالك مقاتلين أجانب خرطوا مع تنظيم داعش الإرهابي متواجدين خارج العراق، فيما لو لهم تأثير على الحرب أو خاضوا بشكل مباشر أو غير مباشر حربا في داخل الأراضي العراقية سيكونون عرضة وخاضعين للقانون العراقي، وأعتقد أن العقوبات عليهم قاسية جدا أسوة بأي شخص آخر كانت جنسيته عراقية. أما الآخرين فأما أن دولهم هي من تتولى شأنهم، أو هنالك مقترحات للعراق أن يكون ممر ترانزيت فقط. أنا أعتقد ما هي الفائدة أن يكون العراق ممر ترانزيت؟ الدول تعرف كيف تأخذ رعاياها وتحاكمهم وفق قوانينهم، ولكن العراق سيكون حريص على محاكمة كل من أساء له وكل من ساهم في تغذية هذا الفكر المتطرف عسكريا أو بأي شكل من الأشكال. لدى القوى السياسية في العراق وجهة نظر أن يتم مطالبة الدول التي انخرط أبنائها أو انخرطوا رعاياها في هذا التنظيم المتطرف وسببوا دمار وضرر للعراق. سنطالب بتعويضات من هذه الدول بسبب انخراط أفرادهم ورعاياهم ومواطنيهم بالإضرار بالعراق بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا حق للمواطنين العراقيين، حق لتعويض العوائل العراقية التي فقدت أبنائها، التي فقدت ممتلكاتها، التي فقدت كل ما تملك بسبب هذا التنظيم المتطرف. So we're running. بدي أسأل سؤالين. العلاقة بين بغداد وأربيل، لو سمحت سعادة الرئيس تعطينا تعليقك. المادة 140 شو بتعتقد ممكن 140 مثلا يتطبق، أو أنه حتى لو ما يتطبق تعليقك باختصار. And then the second article 140. She told me good, I will wait. Yeah, it's a good ending question. العلاقة ما بين بغداد و بين كردستان شابه التوتر والقلق طيلة الفترات السابقة. نعتقد انه اليوم هي في حالات أفضل مما كانت عليه سابقا. هنالك نية لبغداد بالتفاهم مع إقليم كردستان، وأيضا هنالك نية لإقليم كردستان بالتفاهم مع بغداد بما يتعلق بالملفات العالقة. طيلة الفترة اللي عملت في مجلس النواب من عام 2014 في كل سنة كنا نعاني من إقرار قانون الموازنة لعدم وجود اتفاق واضح ما بين بغداد وإقليم كردستان. في كل سنة هذه الأزمة تتكرر مرة ثانية، وتعمل القوى السياسية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى قانون قابل للتطبيق ينعكس إيجابا على كل مواطنين العراق سواء في بغداد أو في إقليم كردستان. كان الشد والجذب بين الحين والآخر وفي كل سنة يتكرر. هذه السنة كانت أفضل من السنوات السابقة. بغداد قدمت تنازلات لمواطني إقليم كردستان، وأيضا إقليم كردستان قدم بعض التنازلات إلى حكومة بغداد. كان الاتفاق أن يكون عام 2019 هو سنة حسم للملفات العالقة ما بين بغداد والإقليم، وبصراحة الجزء الأكبر هو الملف النفطي.
هنالك اختلاف واضح في آلية عقود النفط ما بين بغداد وإقليم كردستان. في إقليم كردستان العقود التي مضى بها إقليم كردستان هي عقود شراكة بالنسبة من النفط المستخرج. العقود التي أو الآلية التي تعمل بها بغداد هي آلية الخدمة، تقديم الخدمة، وهي أوضح من آلية الشراكة. كيفية قبول بغداد للمعادلة التي عمل بها إقليم كردستان هذا ما سيتم التفاوض عليه خلال الفترة القادمة. نحن كقوى سياسية نعمل على أن يتم حل هذه المشكلة بصراحة، لأن هذه المشكلة ستبقى عالقة وستبقى مشكلة تثار بين الحين والآخر. يجب أن يقدم تنازلات أحدنا للآخر حتى نتمكن من تقديم خدمات مباشرة لمواطني الشعب العراقي بما فيهم مواطني إقليم كردستان. كان هنالك نية للقوى السياسية أن يتم حسم هذا الملف، ولا زالت النية موجودة. تأخير من إقليم كردستان أو من بغداد بمشاكل وراح يسبب مشاكل. أعتقد هذه الفترة بسبب انشغال حكومة إقليم كردستان بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن هنالك وقت كافي للتفاهم مع بغداد. سيتم المضي بهذا الأمر قبل عام 2020 حسب السكجول الموضوع من حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان. أيضا تحدث عن المادة 140. المادة 140 هي مادة دستورية، وبموجب الدستور يجب أن يشكل مجلس النواب لجنة للمضي بهذه التفاهمات. بصراحة لغاية الآن هنالك مشاكل أمنية في هذه المناطق، لا زال هنالك أكو مشاكل خدمية في هذه المناطق. جزء من هذه المناطق ظهرت لهم المشكلة الحقيقية بعد عمليات التحرير. هل مسؤولياتهم على الإقليم ويتحمل الإنفاق إقليم كردستان على هذه المناطق وإعادة البنية التحتية المدمرة والتي تعرضت للخراب بسبب داعش، أم الحكومة المركزية وبقوا مواطنون هذه المناطق بين الطرفين ولم تصلهم الخدمة أسوة بباقي المحافظات أو باقي المدن؟ نعتقد أنه من الضروري أن يتم تأهيل هذه المناطق، توفير الخدمات لهذه المناطق، عودة نازحي هذه المناطق، لأن من صاحب القرار في هذه المناطق وفق المادة 140 هم أبناء هذه المناطق. فكيف ممكن أن نفعل هذه المادة ومواطنون هذه المناطق لم يعودوا بعد؟ الأولى أن يعودون المواطنين إلى هذه المنطقة ثم نتحدث عن المادة 140. Okay, we're out of time, but I really want to give you a chance to answer this. It's an important question. Thinking beyond just the government and the private sector, what can the Iraqi diaspora here in the U.S. do to help with reconstruction and importantly with reconciliation? What can the Iraqi diaspora here in the U.S. do to help? مترجم ما موجود. ما نقلت من العربي لسعادة الرئيس، ما نقلت من العربي صح. تقول الست نانسي انه كيف العراقيين اللي ساكنين خارج العراق كيف ممكن يساهموا بتقدم العراق؟ الجالية العراقية اللي موجودة خارج العراق تحمل الصورة الطيبة والتاريخ الطيب للعراق. النفس الطائفي خارج العراق أقل. حتى بالمناسبة حتى المختصمين سابقا في داخل العراق طائفيين أو قوميين مجرد أن يغادرون الحدود العراقية يرجعون عراقيين حتى وإن كانوا مختصمين فيما بينهم. مجرد يغادر الحد الجو العام في بعض الأحيان يأخذ ينسينا ثوابتنا وينسينا أنه إحنا شعب منسجم متعايش متصاهر قريب من بعض البعض. وأكو عشائر في العراق امتداداتها في كل المناطق، امتداداتها في المناطق السنية وامتداداتها في المناطق الشيعية. الجالية العراقية خارج العراق عليها يعني لا يوجد الضغط نفس الضغط اللي موجود مجتمعيا في داخل العراق. نعتقد هم سيكونون عناوين واضحة ويساهمون إيجابا
في ملف المصالحة المجتمعية، بهم شخصيات مرموقة، بهم من النخب، بهم من الأكاديميين، من الفنانين الذين يتذكرهم العراق بخير دائما. فنعتقد أنه إعادة الصورة هذه إلى ذهنية العراقيين مرة أخرى باستخدام شخصيات عامة، شخصيات أكاديمية، شخصيات فنية، شخصيات رياضية، دائما ما توصل رسائل إعلامية إلى المواطنين في الداخل أنه نحن معكم، نسعى إلى إعادة لحمة أبناء الشعب العراقي وأن نبذ الخلافات بشكل عام، ستلاقي آذانا صاغية في العراق ويكونون مساهمين بشكل إيجابي. بعد بكرة أو بكرة سعادة السفير ممكن أن هنالك لقاء للجالية، ممكن راح نسوي بعض الفعاليات اللي ذكروها العراقيين من عام 70. أوكي. فممكن هذه الصور تصل إلى مواطنين بشكل سريع، ستسهم في المصالحة المجتمعية أسرع من الأجواء اللي قد تكون غير إيجابية في بعض المناطق في العراق. We could go on. These are many, many questions. Apologies to those whose questions didn't get answers, but we are truly out of time, and I know you have a very busy schedule. Thank you for being with us today. Join me in thanking Mr. Speaker Al-Habousi for joining us here. And we wish you all the best. See you back. Please come back.